يعني نتم من هذه المبادرات ونقول أن نحن كوزارة البيئة وكذلك وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة نعمل سويا، وهذا الدليل على التآزر الحكومي في هذا الميدان ومرافقة الشباب والمؤسسات الناشئة في هذا المجال، وهي مجال الرسكلة أو تثمين النفايات. الاتفاقية الأهداف الأساسية لها هي أنه من خلال الوكالة راح نستفيدوا من يعني المعلومات المتواجدة على مستوى الوكالة من أجل يعني مرافقة حملة المشاريع للاستثمار في القطاعات المهمة من جهة أخرى، من أجل استعمال هذه المعطيات والأرقام من أجل إعداد يعني الدراسات التقنية أو مخططات الأعمال اللي يحتاجها حملة المشاريع في هذا المجال.